وفرنا كثير تكاليف، لانها مكلفه، في كلفه الزواج مكلفه كثير، فاحنا يعني وفرنا يعني تكاليف يعني كثير وفرنا بسبب الاوضاع، لانه لا في شغل ولا في شيء ولا في يعني دخل على الاصل. عرسان فضلوا انهم يعملوا بزمن الكورونا، ليه؟ لانه لقوا انه اوفر عليهم التكاليف، يعني في عندك صاله افراح مثلا، في عندك خوات العريس، في عندك كذا، والغداء والاشياء هذه كلها والفدعوس وكله وفروه، وخصوصا مع الوضع الاقتصادي الصعب للشباب. اتفقنا ايش بنضل خاطبين وخلص، احنا يعني بنضل 100 سنه خاطبين خلص، اكثر ناس بياخذوا بالكورونا يعني ايش بدنا نعمل؟ بفضوا ساعه زمان وخلص، بس انا مش فرحان يعني. في صلاه وكل شيء بعمل بالصلاه الواحد، بس عشان المرض هذا مثل كيف؟